سباق محموم تخوضه الدول العربية لتوطين هذه التكنولوجيا المعقدة التي تهبط وتطير عمودياً، تكنولوجيا أعجزت المهندسين والمخترعين لقرون. كيف نجعل هذه الطائرة تطير عمودياً؟ كيف نحقق هذا الحلم المستحيل بدون الحاجة إلى مدارج بأحجام هائلة؟ حلم لم يكن مستحيلاً على الألمان الذين أناروا درب المهندسين باختراع نموذج عملي يقلع ويهبط عمودياً خلال الحرب العالمية الثانية. طائرات الهليكوبتر، صناعة باتت اليوم تتغذى على زيادة المليونيرات والأغنياء حول العالم، فمن غيرهم قادر على التنقل بهذه الرحلات الجوية الباهظة؟ هل ستنمو هذه الصناعة في المستقبل؟ نعم بلا شك، خاصة عندما تعلم أن عدد مليونيرات العالم سيرتفع بنسبة 40% خلال السنوات المقبلة، وخلال عام 2026 سيكون لدينا نحو 87 مليون مليونير على هذه الأرض. في ظل هذا النمو المتوقع في صناعة الهليكوبتر، ماذا فعلت كل من الجزائر والمغرب ومصر والسعودية لتحلق بطائرات وطنية في السماء؟ هذا وغيره الكثير من الأسرار والتفاصيل نحكيها لكم في هذا الوثائقي. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كانت فكرة الإقلاع عمودياً ثم الانتقال إلى الطيران الأفقي والهبوط عمودياً حلم المخترعين لعدة قرون، وذلك للاستغناء عن حقول الهبوط الكبيرة الواقعة بعيداً عن مراكز المدن. لكن في الوقت نفسه كان الطيران العمودي الأكثر تحدياً للمخترعين، حيث تطلب المزيد من التطور في الهيكل والقوة والتحكم مقارنة بالطائرات التقليدية ذات الأجنحة الثابتة. بدأ تاريخ الطيران العمودي قبل نحو 400 عام، وجاءت أقدم المحاولات النظرية في القرن 16 عندما قدم ليوناردو دافنشي رسومات لطائرة هليكوبتر تستخدم لولباً حلزونياً. وفي عام 1784 قدم اثنين من الحرفيين هما لونوي وبيان فينو لعبة هليكوبتر تستخدم دورات مصنوعة من ريش الطيور إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وجاء أول عرض علمي للمبادئ التي أدت في النهاية إلى نجاح الطائرة المروحية من السير في عام 1843 من جورج كايلي، الذي يعتبره الكثيرون أيضاً أبي الطيران بأجنحة ثابتة، لتبدأ خطوات إنتاج مجموعة نماذج حقيقية من أفكار طائرات الهليكوبتر من قبل العديد من المخترعين. لكن تقنياً كان الطريق مسدوداً أمامهم. وفي عام 1907 كانت هناك خطوتان مهمتان للأمام. في 29 من سبتمبر من ذلك العام قام الأخوان بريجست لويس وجاك برحلة قصيرة على متن طائرتهم الجيروسكوبية المزودة بمحرك بقوة 45 حصاناً. كان للطائرة الجيروسكوبية إطار يشبه شبكة العنكبوت وأربع مجموعات من الدورات. ارتفعت الطائرة التي يقودها الطيار عن الأرض حوالي قدمين، لكنها كانت مقيدة ولم تكن تحت السيطرة. بهذا الإنجاز أصبح بريجيت اسماً مشهوراً في مجال الطيران الفرنسي. ولاحقاً في نوفمبر من نفس العام قام مواطنهم بول كورنو الذي كان صانع دراجات مثل الأخوين رايت برحلة مجانية مدتها حوالي 20 ثانية، حيث وصل إلى ارتفاع قدم واحدة في مركبة ثنائية الدوار تعمل بمحرك بقوة 24 حصاناً. وفي عام 1936 صعدت ألمانيا إلى طليعة تطوير طائرات الهليكوبتر مع طائرة فوكا أخ جيليسفا 61، التي كانت تحتوي على دوارين ثلاثي الشفرات مثبتين على ركائز ومدعومة بمحرك شعاعي بقوة 160 حصاناً. واصلت ألمانيا تطوير طائرات الهليكوبتر خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت أول من وضع طائرة هليكوبتر في التيرن كوليبري للإنتاج الضخم. بعد الحرب العالمية الثانية تطور الاستخدام التجاري للطائرات المروحية بسرعة في العديد من الأدوار،
وأصبحت طائرات الهليكوبتر مفيدة ومهمة لأنها تستطيع الطيران في أي مكان تقريباً، وبدأ استخدامها لإنقاذ الناس من الكوارث مثل الحرائق والفيضانات والزلازل، حيث يمكن لطائرات الهليكوبتر نقل المصابين بسرعة إلى المستشفى. وتستخدم الجيوش طائرات الهليكوبتر لمهاجمة العدو وحمل الجنود والمعدات، وتستخدم الشرطة المروحيات للبحث عن المجرمين، ويستخدمها المزارعون لنشر البذور والأسمدة في حقولهم. يوجد الآن عدد كبير من أنواع طائرات الهليكوبتر المتاحة في السوق، بدءاً من طائرات الهليكوبتر الخاصة الصغيرة التي تتسع لشخصين، مروراً بالأنواع الكبيرة التي تتسع لعدد كبير من الركاب. الصناعة العملاقة. ينقسم سوق صناعة طائرات الهليكوبتر حسب النوع إلى مدني وتجاري وعسكري. يمتلك القطاع المدني والتجاري الحصة الأكبر في هذا القطاع بسبب ارتفاع الطلب على خدمات الطوارئ والنقل الجوي، ومن المقدر أن يحقق القطاع العسكري نمواً معتدلاً مع استخدامه في الإغاثة في حالات الكوارث والبعثات الإنسانية، كما شهدت صناعة الطائرات الفاخرة زيادة كبيرة في أوروبا وأمريكا، زيادة كانت مدفوعة بشكل أساسي من نمو عدد المليونيرات والمليارديرات في العالم. وساهمت الطبيعة الجغرافية للقارة الأوروبية بهذه الزيادة، مع سهولة الوصول إلى الفنادق والمنتجعات والعقارات بطائرة الهليكوبتر. وأصبح السفر بطائرات الهليكوبتر أشبه بتحد يسعى الناس لتحقيقه من أجل كسب مكانة اجتماعية متميزة، ناهيك عن توفير الوقت في السفر داخل المدن الأوروبية. بلغت قيمة سوق طائرات الهليكوبتر العالمية 57 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 76.16 مليار دولار بحلول عام 2030. شركات الهليكوبتر العملاقة. من أهم شركات صنع طائرات الهليكوبتر تأتي مروحيات إيرباص في المقدمة، والتي لديها تاريخ طويل ومتنوع يمكن إرجاعه إلى بليريو في فرنسا وأمسير شميت في ألمانيا. تمتلك شركة إيرباص هليكوبتر 4 مواقع تصنيع رئيسية في أوروبا، بالإضافة إلى أكثر من 30 مصنعاً فرعياً في جميع أنحاء العالم. تقع منصة التصنيع الرئيسية في جنوب فرنسا في مطار مارسيليا ماريجنان. واحدة من المروحيات الأكثر شعبية للشركة هي مروحية دوفا، وهي طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم بيع منها أكثر من 1000 وحدة. حقق هذا النوع من الطائرات نجاحاً كبيراً، لدرجة أن خليفته استغرق تطويره 4 سنوات. هناك أيضاً شركة أغوستا ويستلاند، التي تأسست في يوليو سنة 2000 عندما قامت الشركتان الأم ويستلاند وأغوستا بدمج أقساط طائرات الهليكوبتر الخاصة بهما، وأصبحت الآن شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة فين ميكانيكا، ويقع مقرها الرئيسي في روما. بدأت الشركتان في إنتاج طائرات الهليكوبتر خلال الخمسينيات من القرن الماضي، حيث ركزت شركة ويستلاند هليكوبتر بشكل أساسي على السوق العسكرية، ولا تزال الروابط العسكرية للشركة موجودة حتى يومنا هذا، حيث تقول شركة أغوستا ويستلاند إنها ثاني أكبر شركة مصنعة للمروحيات العسكرية. شركة هليكوبتر بيل تعتبر أيضاً من الشركات الرائدة في هذا المجال. يعود تاريخ شركة بيل إلى عام 1935، عندما تم تأسيس شركة بيل للطائرات في نيويورك. في ذلك الوقت تخصصت الشركة في بناء الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى حصولها على شرف بناء أول طائرة مقاتلة أمريكية الصنع. تتمتع الشركة أيضاً بشرف بناء أول طائرة هليكوبتر يتم تصنيفها من قبل هيئة الطيران المدني. خلال عام 1959 تم إدخال أكبر طائرة هليكوبتر للشركة إلى الخدمة،
وشهدت طائرة UH-1A إنتاجاً وصل إلى حوالي 16,000 وحدة، وصنعت الطائرة اسمها خلال حرب فيتنام. نبقى معكم في أمريكا، ولكن هذه المرة من نيويورك، وتحديداً من مقر شركة مروحيات سيكوريسكي التي تأسست عام 1925 على يد مهندس الطائرات الأوكراني إيجور سيكوريسكي. بعد الاندماج مع شركة فاغير كرافت في عام 1928، حول إيجور سيكوريسكي انتباهه نحو طائرات الهليكوبتر. كانت الطائرة الأولى VS-300 بمثابة منصة اختبار لأول طائرة هليكوبتر من طراز سيكوريسكي، حتى أصبح العمل الرئيسي لشركة سيكوريسكي اليوم هو بناء طائرات هليكوبتر معروفة بأدائها القوي. وتشتهر بطائرتين هليكوبتر متوسطتين، وهما طائرتي S-76 التجارية، والتي تستخدم في العديد من حفر السواحل والقوات الجوية حول العالم، وS-96 تستخدم بشكل رئيسي من قبل شركات النفط والغاز التي تنقل العمال بين المواقع. ومن الشركات الشهيرة أيضاً نذكر تكسترون ولوكيد مارتن وبوينغ في الولايات المتحدة، وليوناردو SBA في إيطاليا، وروستيخ في روسيا. وبعد أن بقيت هذه الصناعة حكراً على الغرب لعقود، أصبح لدى عدد من الدول العربية رغبة خاصة في توطين هذه الصناعة المتوقع نموها في السنوات القادمة. الهليكوبتر العربي. الطلب المتنامي وتلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعة، أسباب جعلت الدول العربية تفكر بشكل جدي في الدخول إلى عالم تصنيع طائرات الهليكوبتر. في جزيرة العرب، قامت المملكة العربية السعودية قبل نحو عام بتوقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لصنع الطائرات المدنية والعسكرية في المملكة، بالتعاون مع شركة سكوبا المحلية. من المتوقع أن تقوم السعودية بإنتاج أول طائرات هليكوبتر في عام 2025، وستكون سكوبا قادرة على تصنيع أكثر من 100 طائرة ركاب متعددة الاستخدامات في الأعوام القادمة، مما يوفر أكثر من 8,000 فرصة عمل. وفي نفس العام أيضاً تحدث تقرير في موقع لوديسك عن استعداد شركة إيرباص لبناء مصنع لها بالمغرب لصيانة وتحديث طائرات الهليكوبتر. وتقوم الجارة الحدودية مع المغرب الجزائر في بناء معمل ستيف لتجميع طائرات الهليكوبتر. يقع المصنع بالقرب من قاعدة أرنات الجوية. يحتوي الموقع على 11 مبنى تتضمن مراكز التجميع والصيانة والتدريب والإدارة. يأتي هذا المصنع نتيجة تعاون جزائري إيطالي، وسيقوم المصنع بإنتاج أكثر من 100 مروحية على مدى السنوات العشر القادمة. وقامت مصر في عام 2021 بافتتاح أول مركز لصيانة طائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط، والثاني عالمياً من ناحية التكنولوجيا المستخدمة في صيانة طائرات الهليكوبتر، حيث قامت مصر بإرسال العشرات من المهندسين والعمالة إلى روسيا للتدريب على هذه التكنولوجيا. يمكن للمصنع الجديد أن يقوم بصيانة 16 طائرة في الوقت نفسه. ومع تنامي سوق صناعة طائرات الهليكوبتر، هل نشهد دخول المزيد من الدول العربية في هذه الصناعة خلال الأعوام القادمة؟